مفيش قدامنا غير اننا نرجع لنشاطنا القديم. فادنا ايه نشاطنا القديم؟ ياما قتلنا عساكر انجليز، كل واحد قتلناه حل محله 10. ترى مين حق القتل؟ العسكري الانجليزي اللي بيخدم بلده ولا العميل المصري اللي بيخون بلده؟ في بيتنا رجل. إحسان عبد القدوس هو أكثر كاتب تم تحويل رواياته وقصصه إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية. في بيتنا رجل رواية سياسية تدور أحداثها في زمن ما بعد الاستعمار في مصر، إذ يغتال الشاب إبراهيم حمدي، يقوم بدوره عمر الشريف رئيس الوزراء المؤيد للاستعمار، فيصبح مضطرا للهرب والاختباء في بيت صديقه محيي. تبقوا تخلوا الموتور داير، لو شفتوا انه مش قادر اهرب ما تستنونيش. ربنا معاك، ربنا معاك.